متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير. هذا الاسبوع كيف ما كتشوفوا معايا مجموعه من الشباب اللي غادي نناقش معاهم موضوع جديد. الموضوع ديالنا هذا الاسبوع هو شنو استفدنا كشباب من الازمه ديال كورونا. معايا سي محمد فنقار، معايا صفاء ومعايا سلمى. فنقار في المغرب، صفاء في المغرب، وسلمى في اوكرانيا. كل واحد فيهم غادي يتقاسم معنا التجربه ديالو مع هذا لو فيروس هذا، مع الازمه ديال كورونا وشنو استفد منها. مرحبا بكم معنا. مرحبا. دونك بغيت كل واحد فيكم فينا كل واحد فيكم اعتذر يقدم لي راسو بغيابمون شنو كيدير في الحياه. نبدا معاك السي محمد فنقار بما انك الدري الوحيد اللي معنا اليوم. مرحبا. الوغ رمضان بعدا مبارك كريم، الصحه وكل ما تمناه، وتحيه لجميع المغاربه يعني القاطنين المغرب وخارج الوطن. ومحمد فنقار 25 سنه، صحفي رياضي، و هادشي اللي كاين. شكرا لك فنقار. شكرا. ندوزو عند صفاء. السلام عليكم. معك صفاء رشيد، اتوديانت 5 اني انجينيوري دو سونتي انفيرونمون، فاعله جمعويه ورئيسه سابقه لجمعيه فريق تنميه المهارات القياديه، ويلا لونسيت البودكاست ديالي مؤخرا جرعه صفاء. تخبون كوراج صفاء. مرسي. ندوزو عند سلمى. السلام عليكم، معكم سلمى دادي، طالبة سنة ثالثة من تخصص أمراض القلب والشرايين بأوكرانيا، وفاعلة جمعوية في المغرب. متشرفين سلمى، تبارك الله عليك. دونك نبداو البرنامج ديالنا. السؤال ديالي الأول هو بغيت نعرف كل واحد فيكم كيفاش عاش هاد التجربة ديال كورونا. نبدا بصفاء. بلفي. اوكي. انا نبغي نقول لك اولا بانه الفتره ديال الكونفينمون جاتني معايا الله غادي نبغي نبدا السطاج ديالي د فان ديتود، باسكو انا 5 اماني ويلا غادي نبدا السطاج ديالي ديال التخرج. دونك جا كونفينمون، حبس كلشي، ما كاين لا سطاج لا والو. في الاول صراحه زعما باش نكونوا واقعيين جاتني في شكل، في الاول ما بحال ما تقبلتهاش، ولا جاتني عجيبه انني يقولوا لي لا جلسي في الدار وما تخرجيش، رغم انه عندنا هنايا في ورزازات الناس التزموا بالحجر قبل ما يتفرض علينا، يعني كنت طرقان كتصفر قبل ما يقولوا لينا جلسوا في الدار يا خاويه. وي فوالا. مي هكا كتحاول انك تقول لا واش انا غادي نبقى ديما في هذا الريتم هذا. كتشوف برودكتيفيتي ديالك بدات كتهبط، كتقول لا دونك خصني ندير شي حاجه اللي ديكلونشي عندي عاوتاني هذيك برودكتيفيتي. انني ما غاديش نمشي للستاج ماشي مشكل، دونك غادي نشوف شي حاجه اخرى، نكون فليكسيبل، نشوف واش ممكن نديرو معاهم ا ديستانس، باسكو الستاج ديالي ما كانش غيكون في المغرب. دونك كانت عندي هذه القضيه اخرى اللي نقدر ندير. وفوالا دونك دغيا حاولت انني نوقد راسي ودغيا تمكنت انني نوضع يعني. بالتوفيق لك صفاء، نتمنى انك تقدري ديري لو ستاج ديالك اون فوا يسالي هادشي كامل. ندوز عند فنقار، سي محمد فنقار. دونك كيفاش انت عشتي هاد الازمه ديال كورونا؟ هو يعني الجميع كان كيشوف بان كورونا في الاول ما كانش متيقه، كانت كتبان ليه بانها قصه بعيده على المجتمع ديالو، خاصه وانها كانت كتبعد علينا بـ بـ يعني بالالاف ديال الكيلومترات. كنا كنسمعوا مثلا الصين هي البلد اللي كان متادي بهذا الفيروس، كانت كتجينا في الاول يعني كقصه بعيده ما غاديش توصل عندنا. سينو من بعد ما يعني ما تم الاعلان على الحجر الصحي اللي فرضته يعني الدوله، جاتنا صدمه كبيره، لانه باش توقف يعني شباب طموح لمده شهر. بالنسبه لي انا كشاب يعني كنت تشوف بانه صعيب انك توقف يعني النشاطات ديالك، خاصه وانه كتكون على حساب يعني الدومين ديالي. كنا كنكونوا خارج المنزل، كنا يعني في الملاعب في اي مدينه في المغرب، حتى بعض المرات تغطيات خارج الدول اولا خارج البلد. كانت عندنا يعني بحال الاحباط في المرحله الاولى، خاصه وانه المده ما كانتش قليله بالنسبه لنا، كانت مده طويله شهر. وكنا
كان يعني كنترجاو انه غادي تكون هذا الشهر كافيه، ولكن من بعد يعني دزنا من بزاف ديال المراحل الاكثريه النفسيه، والجميع غيكون كيوافقني الراي في هذه المساله هذه ديال انه دزنا من مجموعه من المراحل اللي خلاتنا بعض المرات يعني نيأسوا من الحياه، ولكن الحمد لله احنا كشباب يعني لي يعني حطينا يعني كما كنقولوا يعني توكلنا في الله باللغه الدارجه، وفكرنا بانه هذه الازمه أزمة ديال الجيل غادا تدوز وتقدر تكون تاريخية بالنسبة لنا، لأنه عندنا مجموعة من 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 الطموحات اللي مازال إن شاء الله غادي نحققها. إن شاء الله مازال الوقت قدامك سي محمد وقدامنا كاملين إن شاء الله. ندوز عندك سلمى، دي أنت عشتي هاد الأزمة هذه ولكن بعيد على المغرب، عشتيها في أوكرانيا، بغيناك تقربينا شوية كيفاش عشتي هاد الأزمة وأنت بعيد على بلادك، واليوميات كيفاش كنتي كتقوي راسك؟ بداية هو الموضوع ديال كورونا فاش بدا، كنت يعني في الصين، كنت ديك الساعة في المغرب في العطلة ديال الشتاء، وكان عندي تخوفات صراحة من أن المطار يتسد ونبقى عالقة تما كاين وعندي العمل هنايا، فأولا أنني نتصاب بشي عدوى في المطار نيت، صراحة كان عندي تخوف كبير من هذه القضية. ساعة من بعد فاش جيت لهنايا بدا يعني الحجر الصحي وتحبسوا المطارات وكل شيء، بدا يعني تخوف من جهة أخرى بحكم أنني عندي العمل ديالي في المستشفى، فوقفونا على العمل لأنه صعيب أننا نشتغلوا في الظروف، بالإضافة لأنه مثلا أنا كنعيش وحديتي في الدار، فصعيبة شوية أنك تدير كونفينمون وسط كونفينمون، يعني ديجا كنعيش وحديتي وتعاود تاني خاصني ما نخرجش، المهم كانوا صراحة صعوبات كثيرة بزاف. والحمد لله درت برنامج يومي ديالي داخلة في الدراسة، عندي قناة في اليوتيوب كنحط فيها مواضيع يعني طبية. برافو عليك. الحمد لله حاولت أنني ندير يعني بعض الفيديوهات في المرحلة هذه، بالإضافة للأنشطة اليومية اللي كيقوم بها أي واحد تفاديا باش أنه يوقع في شي إحباط ولا قلق ولا اكتئاب. إذا شفتوا محمد وصفاء وسلمى في الريزو سوسيو، اختلفت ردود الفعل ديال الشباب المغاربة على لو كونفينمون وعلى الحاله الطوارئ الصحيه اللي كنعيشوها، كل واحد كيفاش اختار عبر تدوينه ولا عبر بوست على فيسبوك ولا على انستغرام يعبر على المشاعر ديالو في هاد الفتره هذه. انا بغيت نسولكم انتوما، واش كتعقلوا على راسكم شي حاجه كتبتوها، شي كومونتير حطيتو على شي بوست ولا شي حاجه باش تعبروا على الاحساس ديالكم في هاد لا بيريود هذه؟ نبقى معاك سلمى. يعني من غير لي ستوري اللي كنديروا في فيسبوك ولا في انستغرام او لا بعض التدوينات، يعني من خلال واحد الفيديو الأول كنت درت على مرض كورونا ولا الأعراض ديالو والأسباب وغيره، درت فيديو آخر على الشيء اللي هو أخطر من كورونا، وكان عنده الحمد لله تجاوب كبير، يعني الموضوع كان يعني بشكل غير مباشر وطاعون العصر اللي هو التوتر، وتكلمت فيه على كيفاش يعني خاص الإنسان يستغل هذه الفترة لصالحه بدل ما أنها تكون عليه. والحمد لله كان يعني ردود فعل زوينة من طرف مشاهدين. الحمد لله. صفاء، أنت من الناس اللي تريز أكتيف في لي ريزو سوسيو، كتبارطاجي بزاف، كتحطي دي تدوينات بزاف دي بوست وهذا، دونك قربينا شوية من لي بوست اللي حطيتيهم على كورونا باش تعبري على الشعور ديالك. أو الصراحة في الأول فاش كنت بقى دايخة بقى ما مستوعباش الأمر التزمت الصمت ما بوستيتش في ديك الوقيتة، مي حتى بديت كنشوف بيسكو أنا يا علمية وكنشوف بزاف ديال الناس منين بدا داكشي ديال التعقيم وشحال واحد باقي ما مولفش بحال هادشي كامل، بداو الناس كيخلطوا شي محلولات مع بعضياتها، جافيل مع الكول مع
كنقول واو واش كاين بحال هكا. وديك الساعه صدف انني لقيت واحد الدكتور صيف كتب لينا شنو هو الناتج على كل تخليطه ديال كل محلولين، بان راه جاب المخصوصه تخلط مع الكول وهذه ما هذه هذيك هي اللي لونساتني باش انا كنقول لا راه واقيلا حتى انا ندي الدور باش انا نوعي الناس ونوعي الناس اللي محيطين بيا. وبديت كنبوستي شي حوايج بحال هكا، ومنها جات عاوتاني الفكره ديال البودكاست ديالي جرعه صفاء باش لعبت على الاثر النفسي على ديال هاد الازمه هذه على الناس، ونحاول نكون ولو بصيص امل في خضم هذا الشيء كامل. هذا ان شاء الله فكره زوينه بزاف صفاء، الله يوفقك. ندوزو عند سي محمد فنقال اللي حتى هو اكتيف بزاف لي ريزو سوسيو، كيبوستي بزاف ديال الافكار ديالو ديال لي بوين دو فيو ديالو. دونك قربنا شويه من لي بوست اللي حطيتي في هاد لا بيريود هاد. وبالنسبه كما تكلموا الاخوات على البدايه، كان الصمت هو اللي كان يعني كيخلينا يعني ما كنفكروش بطريقه ايجابيه كيفاش غادي نكتبوا لي بوست ديالنا ولا كيفاش غنتفاعلوا مع يعني الناس اللي عندنا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. ولكن من بعد بشويه بشويه بدينا كنكتبوا، على ان البدايه ديال الحجر كانوا المغاربه فهموا شنو هو الحجر الصحي، وكان واحد التفاعل ايجابي مع القرار ديال الحكومه والقرار ديال الحجر لمده شهر. بدينا كنشوفوا بانه على الاقل كاين واحد الاتفاق جماعي في المرحله الاولى على انه الجميع يلتزم بالمنزل ديالو. وكانوا دي تشالنج ولا تحديات اللي كانوا في انستغرام باش يوعيو بان الناس يبقاو في ديورهم، منهم يعني مثلا في المجال الرياضي ديالنا كان واحد التحدي ديال لو جونغلاج بكره ولا بلو جونغلاج بشي حاجه يعني في المنزل. وكان واحد التفاعل اللي زوين. من بعد دخلنا في المرحله ديال اننا كيفاش نرفهو على راسنا يعني كما كيتسموا بالميمز، يعني بطريقه كوميديا. كاين بعض الفيديوهات ولا بعض الصور اللي داخله في السخريه ولا في الساركازم، حتى هي خلت الانسان شي شويه يفكر بانه فعلا راه كورونا دخلات وخصنا نتعاملوا معها بطريقه ايجابيه، وما بقاوش غير نحطوا يعني النقاط السلبيه في البال ديالنا ونفكروا يعني بوزيتيفمون. سينو يعني الاغلبيه ديال الناس كما شفت في الاول ديال الحجر الصحي كانوا ملتزمين وكانوا يعني كانوا واعين بالمسؤوليه اللي عليهم، وهذا الشيء اللي كان مفرحنا في الاول. داكشي اللي كاين كنتفق معاك. دونك اكيد اننا هذا الشيء اللي كنعيشوه ما سبقش لشي واحد عاشو، وغادي يخلي اثر فينا كبير. انا بغيت كل واحد فيكم يقول لي يوصف لي كيفاش شنو تعلم من هالتجربه هذه، شنو الحوايج اللي غادي تبدلوا في حياته من بعد. نبقى معك محمد. بالنسبه لي انا اول نقطه هي العلاقه ديال العائله، يعني العلاقه الاجتماعيه اللي زادت قوات. يعني بالامس كنا منغمسين شي شويه في التليفون ديالنا، كنا منغمسين يعني في لي ريزو سوسيو، كنا بعاد كل بعد على التواصل مع العائله، واخا كنعيشوا يعني في نفس البيت. ولكن اليوم كنشوف بانه زائد رمضان زائد يعني الحجر بزاف ديال الحوايج اللي خلاتنا اننا كنشوفوا بانه راه الاصل هو العائلة، وأننا دائما خصنا نكون قراب منها، لأنه في جميع الحالات كترجع يعني للمنزل ديالك وكتلقى واحد الأسرة اللي كتحتضنك. هذه من جهة. من جهة ثانية كنشوف بأنه الشباب المغربي على حسب يعني أنا ما كنشوف يعني تفاعل ديالو، كنشوف بأن الشباب المغربي حاول أنه يطور راسه ويفهم راسه بأنه المستقبل ما بقاش محدود ولا الطموحات ديالو ما بقاش محدودة، لأنه مع هذا التغيير غادي تبدلوا بزاف ديال الأمور، منهم يعني المهن غادي تبدلوا بزاف ديال يعني طبيعة المهن غادي تبدل غادي تبدل أكيد، وغادي يكون واحد الجيل اللي غيطور راسه براسه، ما بقاش كيحتاج أنه يمشي مثلا للمعهد ولا يمشي للجامعة ولا يمشي للمدرسة باش يعني يقوي المكتسبات ديالو، ولكن يقدر الى كان داير واحد لو بروغرام ديالو شخصي انه يمشي بعيد ويطور راسه ويقاد يعني المستقبل ديالو راسه. داكوغ تري بيان سي محمد. ندوزو عند سلمى. دونك انت شنو استفدتي، شنو تعلمتي من هذه التجربه ديال كورونا خارج ارض الوطن؟ صراحة كيف قلت الأزمة هي هداتنا يعني مجموعة ديال الإيجابيات، يعني كانت إيجابية بزاف أكثر من ما هي سلبية، لا على المستوى الذاتي والشخصي، لا على المستوى الاجتماعي، لا يعني بزاف الجوانب.
مثلا قدر الإنسان أنه يعرف كيفاش يستثمر وقت الفراغ ديالو، بدل من أنه يبقى غير كيتصفح فيسبوك ولا يدير شي حاجة اللي تقدر ما تفيدوش. دابا ولاو نطلقوا مجموعة ديال الندوات والمحاضرات وحتى ملتقيات ومخيمات كانت افتراضية في هذه المرحلة، اللي خلات كاع الناس وكاع الشباب أنهم يستافدوا منها، بدل ما أنها كانت مقتصرة على منطقة أو لوقت معين. التأهيل الذاتي كبناء الشخصية، خاصة مسألة المرونة، يعني الإنسان كيكون مثلا حاط واحد البرنامج ديالو، كتجي الأزمة كتحبس ليه كل شيء، يعني علمته كيفاش يتعامل مع الأزمات والمشاكل بشكل مرن أكثر. في هذه المرحلة هذه كان إنشاء ديال بزاف الصفحات والقنوات على اليوتيوب اللي هادفة، خلات الإنسان أنه يعني يستفد أكثر ويحول الهرم ديال الثقافة والفن في المغرب، والتعلم والتكنولوجيا وبزاف الحوايج. يعني قبل كان شويه المواضيع اللي كتداول بزاف، يعني اللي كتطلع بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مواضيع اللي غير مفيده، في حين حاليا نقلب الهرم. هذا يعني بشكل عام. شكرا لك سلمى. ندوزو عندك صفاء. دونك انت شنو تعلمتي من التجربه اللي عمرنا ما دزنا منها، واللي هي ازمه كورونا؟ صراحة بالنسبة لأزمة كورونا، هي كتختلف على باقي الأمراض والأوبئة اللي كان داز منهم المغرب، هي بأنه خلتنا كاملين نجلسوا الأرض ونجلسوا في ديورنا، أننا نكتشفوا دواتنا ونكتشفوا حتى عائلاتنا، الناس اللي نورمالمون كبرين معهم ونورمالمون خصو يكون عندنا معهم واحد العلاقة اللي زوينة بزاف. فللأسف كنلقاو أنه بعض الناس ملي جلسوا مع بعضياتهم زادنا معدل العنف الأسري، ولو بزاف ديال الحوايج اللي ماشي هما هذوك. دونك هادشي شي فريمون كيحتاج واحد اعاده النظر. الحاجه الثانيه هي انه علمتنا اهميه الاكتفاء الذاتي عند الدول، وتثمين المنتوجات المحليه، والعمل على ضخ ميزانيات كبرى في البحث العلمي وفي ثروات المغرب اللي هي الابناء ديالو وفي المواهب ديالهم. يعني بان لنا هذا الشيء جلي وبان لنا مزيان شحال هو مهم القطاع ديال التعليم، القطاع ديال الصحه، الناس ديال الامن اللي شفناهم حتى هما في مبادرات اللي زوينه بزاف، بحال مبادرات اللي كانت عندهم ديال التبرع بالدم، بحال الشباب الاخرين حتى هما اللي داروا بزاف ديال المبادرات اللي زوينه، مبادره التحقق من اخبار زائفه، مبادرات اللي كانوا كيعاونوا الناس ويديو لهم القفاف ويجمعوا لهم الفلوس، وذكروا حتى ضامن شي حاجه اللي زوينه بزاف، وكنظن غادي ترجع لنا الروح ديال الثقه في البلاد ديالنا، باللي راه بصح حنا شعب زوين والبلاد ما حتى هي منين وقفنا عليها حطتنا في المرتبه الاولى. يعني هذه شي حاجه اللي انا الصراحه فرحتني بزاف، وكنظن غادي يكون عندها واحد الاثر زوين وزوين بزاف في هذا الشيء اللي جاي من بعد ان شاء الله. شكرا لك بزاف صفاء. وكنظن انا بزاف ديال الشباب في الريزو سوسيو، شباب مغاربه، عندهم نفس الراي ديالك، حيت من بدايه الازمه ديال كورونا بزاف منهم عبروا على الاعجاب ديالهم بالمواقف اللي دارها المغرب باش يحمي المواطنين ديالو. عبروا على هذا الشيء هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، كل واحد شنو قال. دونك انا بغيت نشوف كل واحد فيكم كيفاش كيشوف المغرب الغد مورا ازمه كورونا. يعني واش كتشوفوا ان المغرب غادي يبقى هو ولا غادي يتبدل، وشنو الحوايج اللي غادي يتبدلوا فيه؟ دونك سي محمد. وتسمينا الهضره اللي تكلمت عليها صفاء، فكنظن بانه اليوم الشباب المغربي وعى بان الوطن ديالو كيخاف عليه، ويعني عنده واحد الفكره ان البلاد ديالو يعني كتحاول انها تحميه وتقدم ليه دائما الافضل، لانه اليوم من انجح يعني الاستراتيجيات المحاربه الفيروس كانت في المغرب، وهذه يعني فخر لينا احنا كشباب ملي كنشوفوا بان الوطن ديالنا يعني وصل لواحد المرحله ديال انه كيخاف على الشعب ديالو، و
وحنا كشباب ما علينا الا ان نكملوا في هذه المسيره، لاننا دائما نفتخر باننا مغاربه، سواء اليوم سواء البارح سواء غدا، لانه كاينه مجموعه من المبادرات اللي كدار يعني بشكل يعني عفوي من طرف يعني المواطنين، و يعني كتمنها يعني المبادرات ديال المؤسسات يعني ديال الدوله، وهذا امر كما قلت امر ايجابي ويدعو للفخر، وكيأكد بانه دائما خصنا نكونوا قراب من 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 المسؤولين ديالنا، وهما حتى هما يكونوا قراب لينا، باش في الاخير يعني نهزوا العالم ديال الوطن ديالنا عاليا، لانه ماشي حتى يكونوا المشاكل عاد باش كيبانوا عاد، اولا من يكون الاشياء الجميله عاد باش كنبانوا بالمغاربه، ولكن في هذه الاوقات العصيبه اللي كتخلينا دائما نفتخروا بالوطن ديالنا وبالمغرب ديالنا. سي سور سي محمد كامل كنفتخروا بكوننا مغاربه. سلمى انت خارج ارض الوطن صغمان كتقراي المواقف ديال الناس، كل واحد شنو كيقول على المغرب، كل واحد كي كيشوف المغرب، انت كيفاش شفتي المغرب في عينين الناس على برا في ازمه كورونا؟ هو بطبيعه الحال كتحس بذاك الفخر وروح الوطنيه والانتماء، خاصة ملي كتشوف المغرب كان في مقدمة الدول اللي تاخذت أسرع إجراءات يعني غير مبالية بالخسائر اللي ممكن توقع في اقتصاديا، سبقات صحة وسلامة المواطن على أي حاجة أخرى. هذا الشيء صراحة كان فخر كبير، لأنه مجموعة ديال الدول العربية طلبة اللي تقرأوا معايا من بزاف الدول كتشوف أنهم كيفاش كيشيدوا تيفتخروا هما بأن المغرب وطن عربي كان سباق على مجموعة ديال الدول الأوروبية، وهذا الشيء صراحة يدعو للفخر. وكمثال يعني لهذه المسألة هذه، مثلا الحكومة البريطانية رسلت رسائل نصية للمواطنين ديولها بأنهم يتاخذوا الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعطات مثال وكتبت بحال كيف دار المغرب يعني بالانجلي. فعلا يعني اختي كتعيش تماك كتقول لي شوفي عائله راجله حتى هما يعني كيف تاخروا بان عندهم وحده مغربيه اللي شوف الدوله كيفاش عندهم تطوره وعندهم يعني اجراءات اللي دارتها قويه بزاف، وهذا الشيء غادي يعود مستقبلا لشباب المغرب بطبيعه الحال، بحكم انه حاليا استنتج بان سلم الأولويات اختلف، ولات التعليم والصحة والأمن هما في المرتبة الأولى. المغرب كان يعني كتعود لي مجموعة ديال الابتكارات والاختراعات في إنتاج الكمامات والتنفس، جهاز التنفس الاصطناعي وبوابة التعقيم وغيرها، بالإضافة إلى أنه فعلا المغرب فاز بجوائز يعني ميدالية ذهبية في معارض الدولية ديال الابتكار والإبداع اللي قامت في موسكو مؤخرا. هذا الشيء ما كيخلينا غير أننا نكون فخورين بأننا مغاربة في المكنة وفي أي وقت. صفاء أنت كيفاش كتشوفي المغرب مورا أزمة كورونا؟ المغرب مورا أزمة كورونا كيبان لي بانه غادي يختلف، وغادي يختلف بزاف ان شاء الله اون سبيرون، حيت كنظن اننا وعينا كاملين ان المغرب هو واحد السفينه اللي حنايا كاملين فيها، يعني اي استثمار استثمرنا في المنشات ديالنا ديال الدوله فهو كيعود علينا بالنفع الكثير، اكيد، واي حاجه نهبنا منها من الوطن ديالنا فهو اكيد كيعود علينا بالضرر، لانه كورونا واحد المرض اللي ماشي غادي تمشي لفرنسا ولا لشي دوله اللي فيها احدث التقنيات الطبيه وغادي تداوى، لا، المستشفى العمومي المغربي هو اللي عندك تمشي تداوى فيه، دونك غادي قبل فبه ونعمه مستثمر مستشفى قبل النتائج حنايا كاملين اللي كنخلصوها. الحاجه الثانيه هي قضيه ديال التعليم عن بعد اللي كانت شحال من مره تثارت في البرلمان المغربي وما كانتش كتخذ بعين الاعتبار،
اللي حتى وقفنا على دابا عاد بان شحال هو مهم انك تمكن الاطر التعليميه من هذه الادوات التكنولوجيا، شحال هو مهم انك تمكن التلاميذ حتى هما من هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثه. وكنظن هذا الشيء ان شاء الله ما كنتمنى انه ماشي دوز كورونا ونتجاوزوه عاوتاني ونخليوه في الارشيف، وانما بالعكس نزيدو نطورو منه ونشوفو كيفاش ممكن اننا نردوه شي حاجه اللي اكثر فعاليه. وحنا دوزنا دابا ستاج في التعامل معه وكيفاش ممكن دوزنا وي فوالا. وكاين واحد الحاجه اخرى وي اللي كنتمنى انه المغرب هي واحد المناخ مزيان لعوده الادمغه المغربيه، لانه كما شفنا تبارك الله المغاربه عبر العالم شرفونا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. هنا كنهضر خلاص على سيمون سيف سلاوي، كنهضر على بزاف ديال الناس اللي واعرين اللي داروا فريمون شي حوايج اللي يشادوا بها، بحال البنت حتى هي اللي مع ديديرا سارة بلالي فوالا. يعني كنتمنى انه حتى المغرب وابناء المغرب يستافدوا من هذه الادمغه هذه اللي مغربيه 100%، واخا غادي يكون عندنا داك الاشكال ديال لا وراه التعليم كون بقاو هنا كون ما تفروش، ولكن لا انا كنامن بانه فوالا بانه الواحد يخدم على راسه في اينما انبتك الله ازهر، والوطن ديالك اكثر حاجه اللي محتاجك. يعني التغيير ممكن، اكيد التغيير ممكن الا بغينا حنايا وبغينا كاملين يعني حكومه وشعبا، باش اننا نزيدوا القدام ان شاء الله ونزيدوا نستثمروا في هذه العقول اللي لا يستهانوا بها ان شاء الله. كنشكركم بزاف على كاع الاراء ديالكم، الافكار ديالكم، كاع لي ميساج ديالكم اللي اكيد انهم غادي يوصل فئه كبيره من الناس وغادي يقيسوا فئه كبيره من الناس. هكا كنكونوا سالينا البرنامج ديالنا، وصراحه ما سخيتش انني نسالي الهضره معكم سي محمد صفاء سلمى، شكرا لكم بزاف على وقتكم. واذا كانت عندكم كلمه اخيره تبغوا تقولوها للمغاربه ولا المغرب مرحبا. اضافه صغيره، فعلا المغرب غادي يكون بحاجه لطاقات شبابيه من بعد كورونا، وحاليا احنا صراحه نعيش مخاض لولادتي مغربي جديد، كنطلعوا ليه كاملين وكنتسناو كاملين بأحر من الجمر باش حتى حنا نرجعوا لبلادنا ونخدموها احسن ما يكون ان شاء الله. يا ربي سي محمد عندك شي حاجه تقولها؟ لا غير كما قلنا احنا كشباب لابد اننا يعني نبقاو يد في يد، لانه بدوننا ما كاينش مستقبل ديال الوطن، لانه خصنا ضروري نامنوا يعني بما توفروا عليه في هذا الوطن هذا اللي عزيز علينا، وما كنحسوا بقيمته حتى كنتغربوا. والدكتوره سلمى غادي تكون اكيد كتشاطرني الراي، يعني ضروري خصنا نتحدوا كشباب باش نزيدوا بالوطن ديالنا الامام ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء ممكن. صفاء صراحة أنا الحاجة اللي بغيت نركز عليها أكثر هي الصحة النفسية ديالنا كاملين، عفاكم حاولوا على راسكم بزاف، وأن البرودكتيفيتي ديالك هبطات لا يعني أنه شي حاجة اللي خايبة بزاف ولا شي حاجة اللي كارثة، لا غير ما بقاش تعقدها على راسك أنت أكثر. محتاج واحد النهار عطلة ما تدير فيه حتى شي حاجة، خوضو. محتاج أنك تعود لشي واحد وتخرج أنه فغيمو ما كتحسش براسك مزيان، قولها وعبر عليها. الخيبة هي أنها تبقى كتراكمها وما تجي فين نخرجوا من هذا الحجر الصحي هذا حتى نخرجوا بعقد اللي خيبة بزاف. دونك stay strong stay positive، كونوا متفائلين وإيجابيين على طول. وشكرا لك بزاف أميمة على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة. شكرا لك صفاء، thank you so much لكم كاملين على كاع هاد النصائح ديالكم وكاع هاد لا بوزيتيفيتي اللي زرعتو في المغاربة. وهكا كيكون متابعينا سالت الحلقة جديدة من برنامجكم كومنتير، وموعدنا كيجدد بكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، فكونوا دائما في الموعد.